كل شباب المسرح او اللي بيحبوا التمثيل في مصر دون نظر شهادتهم ايه موهبتهم عامله ازاي ويتقدم لنا 5200 واحد ونوصل ل 150 متدرب في المجموعه الاولى ده له معنى كبير. خلينا كلنا نشكر الدوله ممثله في وزاره الثقافه والبيت الفني للمسرح مسرح الشباب. الورشه هتعتمد على التمثيل، الرقص، الموسيقى والغنى، الديكور. كل الوجوه الشابة الجميلة اللي أنا شايفها قدام النهاردة بتدينا أمل إن إحنا اللي بنعمله مش على الأرض. أول خطوة محتاجة مني مجهود، دي البداية، دي مش النهاية. جزء مهم من أدوات الممثل هي جسمه وحركته ولياقته. يعني إيه نور؟ يعني إيه إضاءة؟ ممثل شاطر لازم انه يتعامل مع جسمه وهو فاهم يعني ايه تيمبو في جسمه. لازم نبقى حريصين ومركزين. ازاي نسمع وازاي نغني؟ معرفة فنيات خشبة المسرح وادراك تاريخ تطور فنية المسرح بشكل عام. اذا استطاع الممثل ده انه يبقى جواه النص، واذا استطاع انه هو يبقى جواه مهارات العرض، هيتعمل العرض المسرحي. ما عنديش امتع في حياتي من انه انا اكون في المسرح وسط المسرحيين وسط شباب المسرحيين.